فحوى اللقاء هو بشهر اذار مليء في المناسبات، واليوم احنا يعني في مدرسه جمال عبد الناصر قدمنا لهم هديه كرتون كتب من وزاره الثقافه، زائد فينا النشاط يتضمن اللي هو الحديث عن اسبوع القراءه الوطني، الحديث عن يوم الثقافه الوطني، الحديث عن الارض اللي راح يصادف بعد ايام، الحديث عن الام والمراه اللي خلال شهر اذار، الحديث عن اليوم الكرامه الوطني، وعندنا شعراءنا ومثقفينا راح يتحدثوا عن الكرامه يعني بشكل موسع، عن اليوم الارض، بالاضافه راح نسمع لمواهب للطالبات، شو كاتبات، شو في عندهم شيء عن هذا اليوم اللي هو الهدف من هاي نشاطاتنا في المدارس، توعية طلابنا وطالباتنا، تشجيعهم للانتماء للأرض من خلال نذكرهم في الأرض في يوم الأرض، نذكرهم في يوم الكرامة، عن برضو تسليط الضوء على هاي المناسبات على أساس الكل يعرف في هاي المناسبات. نحن اليوم في مدرسة رجل عظيم هذا المسمى اللي هو اسم جمال عبد الناصر، اسم نعتز فيه كثيرا جدا، ونحن في هذه المدرسة مدرسة بنات ثانوية نود أن نقدم هذه الرسالة في آذار هذا الشهر الذي نعتبره شهر الكبرياء الفلسطيني بمناسبة يوم الكرامة الذي أعاد للأمة العربية كرامتها، وأيضا فيه مناسبات كثيرة كيوم الثامن من آذار اللي هو يوم المرأة اللي احنا بنعتز في المرأة الفلسطينية فيه، وكذلك في يوم الأم في 21 من هذا الشهر. هذا اليوم جميل جدا، لأن الأم هي التي تعطي، الأم هي التي تؤسس للشهداء، تؤسس للجرحى، تؤسس لجيل الغد. ايضا في عندنا في نهايه الشهر هذا اللي هو يوم الارض، هذا اليوم اللي كل العالم بيحتفل فيه معنا كفلسطينيين في موضوع يوم الارض اللي احنا نجله، واحنا رايحين نقدم في هذا اليوم رؤيه ثقافيه واضحه، لانه كما تعرفين الخطاب الثقافي هو من اجمل الخطابات التي يستطيع فيها المثقف ان يصحح مسار السياسي ويصحح مسار الاقتصادي وكل هذه المسارات التي تؤدي الى ان يكون مجتمعنا الفلسطيني وعلى راسه المراه ان يكون هو مجتمع جميل، مجتمع عامل، مجتمع مثري ويثري العمليه النضاليه الفلسطينيه نحو الامام والى التقدم والإصلاح. يوم مدرسه جمال عبد الناصر استضافت ندوه للعديد من الكتاب والمثقفين الشعراء لكي نتحدث عن العديد من المناسبات التي حصلت في شهر اذار، يوم الام، يوم الكرامه، يوم الارض، العديد من المناسبات لتزيد من ثقافه الطالبات وترقى بهن وتساهم في بناء جيل واعي يرقى بنا في المستقبل إلى فلسطين فضلا إن شاء الله.